الحقيقه الاستقبال كان رائع جدا للاهلي في تونس، لانه اللي حصل من استقبال رئيس الترجي تقريبا كل اعضاء مجلس الاداره، كل المسؤولين عن النادي التونسي مع طبعا السفير المصري ايهاب فهمي، كل الناس كانت في استقبال البعثه شيء يليق بمنافسين كبار. الطبيعي واللي اعتدنا عليه، ها، ما عدا ظروف بفعل فاعل، ها، لكن الطبيعي ان العلاقه بين الاهلي، العلاقه بين تونس ومصر علاقه رائعه جدا. واحنا قبل كده قلنا ان احنا في شمال افريقيا بنشعر بدفء المشاعر ناحيه المصريين. هناخد تجربه الاهلي، كل واحد يتكلم على تجربته. الاهلي بيجد هذه الحفاوه، ها، وهذا الترحيب وهذا الدفء من جماهير الاهلي، وكان جماهير الترجي والاهلي كانوا يتبادلوا الاستضافه. ايوه، يعني لما كان جماهير من شباب الاهلي تروح الترجي تلاقي استضافات من جماهير الترجي ليهم، والعكس الصحيح هنا في مصر. العلاقات كانت رائعه جدا لحد ما ربنا مسيهم بالخير وجازيهم بقى على قد نيتهم اللي بيعبسوا، اللي حاولوا والعبس كتير، اللي بيعبسوا في هذه العلاقات. لكن الطبيعي انك تجد هذه الحفاوه، والطبيعي ان هم يجدوا اكثر منها في مصر. الحقيقه السيد فتحي المؤدب رئيس نادي الترجي، اسم على المسمى، ما شاء الله، يعني في حرصه لدرجه انه قيل انه ما راحش عمره استقبل بعثه رياضيه في المطار الا مرتين، والمرتين كانوا مع النادي الاهلي. ايوه، ما بقول لك بتعكس علاقه خاصه. احد مراسلي القنوات التلفزيونيه التونسيه في المطار سال الكابتن الخطيب: انت عارف اول مره سيد حمدي المدي بيجي المطار بخصوص على شيء؟ عشان لعب من الاهلي والترجي يا اخواتي، يعني واحنا كلنا المفروض دي فرقتين كبار جدا في افريقيا. يعني انت عارف اول مره سيد حمدي المدي بيجي المطار بخصوص على شيء؟ عشان لعب من الاهلي والترجي يا اخواتي، يعني واحنا كلنا المفروض دي فرقتين كبار جدا في افريقيا. يعني اهلي والترجي اخوات، واول مره يروح، يعني هو ده اللي انا بتكلم عليه، في خصوصية في العلاقة. نتمنى ان احنا نحتفظ بهذه الخصوصية، وان كرة القدم مهما بلغ تنافسها لا تفسد هذه العلاقات. طيب، الاعلام التونسي هيثم الرشدي ايضا في قناة الام بي سي زميل مهيب عبد الهادي ساله عن اجواء استقبال بعثة الان، نشوفه قاليه. وشفت اليوم الاستقبال الكبير، على فكرة مهيب رئيس الترجي كان تحول للمطار لاستقبال الفريق مرتين في التاريخ، مرة كانت سنة 2010 لما استقبل الاهلي المصري، والمره الثانيه كانت اليوم لما استقبل ايضا الاهلي المصري. وشفتوا الاستقبال كان حتى داخل مطار توس كارتاج، حتى عند نزول طائره الاهلي المصري، وكان رئيس الترجي مرفوق يعني بسله من مسيري الترجي هذه التونسي بنائب رئيس، تقريبا الوفد الكل بتاع الترجي، الهيئه المديره للترجي الكل تقريبا كانت حاضره اليوم في استقبال الكابتن الخطيب. صراحه كالعاده اللي عودنا باخلاق عاليه وتربيه كبيره. تمام، النهارده يعني استقبال رئيس الترجي ورئيس النادي الاهلي دي اشاره للجماهير. اكيد. اكيد مهيب، انت تعرف العلاقه بين الترجي والاهلي، معناتها زوز من افضل الفرق في افريقيا، وخاصه خلينا حتى من الفرق زوز من افضل شخصيتين في افريقيا، كابتن الخطيب وسيد حمدي المدبي. صراحه حمدي المدبي ما تشوفوش في تونس راه مهيب، معناتها حتى جماهير الترجي متوحشه برشا تشوف سيد حمدي المدبي، وما يظهرش في الاعلام وما يخرجش. وخلينا ناكد لك مهيب، هذا اول رئيس فقط الرؤساء الاثنين اللي استقبلهم سيد حمد المدب في مطار توس كارتاج هم كانوا رؤساء النادي الاهلي. كلام بيتحدث في نفس الاطار، العلاقات والخصوصيه وقيمه الاهلي، ويعني لكن عايزين نشوف بقى الكلام الثاني. لا، هو الحقيقه التاكيد على هذا الاستقبال لقى صدى في الاعلام التونسي وفي الاعلام المصري، فاتكلم الزميل سيف زاهر على هذا الترحاب اللي وجدته بعثه الاهلي. ان انت تروح تونس وتستقبل استقبال جيد ده شيء عادي، ان مسؤول الترجي يطلعوا يستقبلوك ده جايز، انما رئيس نادي الترجي يطلع يستقبل فريق النادي الاهلي وهو الاستاذ حمدي المدب، لان المعروف عنه ان هو
راجل الحقيقة مرحب جدا وراجل على ذوق عالي جدا، ولكن بالبلدي كده خطوته عزيزة. يعني ما طلعش قبل كده أو قلما ما يطلع يستقبل حد جاي، ولكن إن هو يطلع يستقبل النادي الأهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب أكيد لي حسبة مختلفة. هو فعلا خطوته عزيزة، بس هو طالع للأهلي اللي معاه محمود الخطيب. وجود الكابتن محمود الخطيب مع النادي الأهلي بيخلي دايما مراسم الاستقبال مختلفة، مع شخصية كبيرة زي رئيس نادي الترجي حمدي المدب، وزي ما قلت لكم خطوته عزيزة، ولكن الأهلي كمان غالي. بنوجه له كل الشكر للاستقبال الرائع ده، لأن احنا الحاجات دي بتفرق معانا بشكل كبير، بتفرق في علاقات الأندية، وما كانش عندنا شك في كده. طب ده في نفس الإطار، إطار الكلام في العلاقة الخصوصية وقيمة تواجد رئيس بعثة بحجم الكابتن محمود الخطيب، بتشجع أو بتخلي الناس عايزة تعمل حاجة خاصة للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب. لكن هي في الآخر لو لم تكن أصلا المشاعر دافئة ما حدش هيتحرك. فالحمد لله، حتى الكابتن سيف قال لي يا بخت الأهلي بالخطيب. طبعا يا بخت الخطيب بالأهلي، ويا بخت الأهلي بالخطيب وبكل قيادة على هذه الشاكلة اللي استمتعنا بيهم عبر تاريخ النادي الأهلي، ويا بخت الأهلي بأولاده اللي يجوا يحافظوا عليه كما يحافظ، يعني زي ما يكون في دستور كده بيورثوه لبعض. الأندية الشعبية الكبيرة يفرق معاها الرئيس النجم؟ مش إذا بحسب الرئيس النجم. اه إذا كان النجم هياخد النادي في إطار نجوميته، أيوه هيبقى خطر. ولو وظف النجومية، لو الرئيس النجم تواضع أمام نجومية تاريخ المكان والمكان نفسه يا عظمة. وده اللي بيحدث في النادي الأهلي، اللي هو تطويع النجومية. أنا مش نجم أمام النادي الأهلي. الأهلي أنا والنجم. أنا لا أتعامل مع النادي الأهلي إن أنا نجم، ولكن أنا نجم بسبب النادي الأهلي. هذا هو المعنى اللي بيؤكده كل رؤساء النادي الأهلي النجوم. الحكم فيكتور جوميز الجنوب أفريقي، نتمنى له التوفيق. يعني ما هو هو حكم كويس، بس ربنا يوفقه. نتمنى إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي في هذه المواجهة المهمة جدا، اللي تعتبر نهائي مبكر، أو هي بالفعل كثيرا ما التقى الأهلي والترجي في نهائي دور الأبطال. هذه المرة المسألة في نصف النهائي، مواجهة مرتقبة جدا. صحيح أن التاريخ بيشهد للأهلي بتفوق في المواجهات الثنائية مع الترجي، لكن حاضر المواجهات أيضا يشهد بقوة الترجي وجاهزية الأهلي. الاثنين على الموعد في السادسة مساء السبت القادم إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي، وكل الدعاء أنه بيتسو موسيماني يضع في حساباته الفنية والتكتيكية ما يساعد الأهلي على العودة من رادس بنتيجة جيدة إن شاء الله.